ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ابجريد لجينكنز من غير ما اعمل ري انستول وكل الجوبس والبلاجنز اللي عندي تروح. زي ما انت شايفين كده، انا منزل جينكنز عادي على اوبونتو وشغال من لوكال هوست. لو خدتوا بالكم هتلاقوا شكل الايكونز اللي هنا مختلفة عن جينكنز في الفيديو اللي فات، ده عشان انا رجعت الفيرجن القديمة عشان تشوفوا الفرق لما اعمل ابجريد. لو عملنا سكرول كده في اخر البيج هنلاقي على اليمين تحت مكتوب رقم الفيرجن اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. لو دوست عليها هتفتح لنا بيج تانية، دي اللي هنعمل منها داونلود للوور فايل. هاجي هنا واقول له داونلود. الوور فايل ده هو ده اللي احنا محتاجينه عشان نعمل ابجريد. هنا في الجزء بتاع داونلودنج جينكنز هنا هنلاقي داونلود جينكنز LTS اللي هو لونج تيرم سبورت، وعلى اليمين هنا versions اجدد بس ملهاش long term support. شوف انت حابب تستخدم انهي، بس انا بفضل ال LTS. هاجي هنا عند generic java package، لو دوست عليها هيعمل لي داونلود للjenkins.wor، وهو ده اللي انا محتاج اعمل له replace مكان الjenkins.wor اللي موجود عندي دلوقتي. لو جيت هنا في الterminal ودخلت على المكان اللي موجود فيه jenkins، جوه الroot user share جافا، لو بصيت جوه الجافا دايركتوري ده هلاقي فيه فايل هنا جواه اسمه jenkins.wor، وهو ده اللي انا محتاج اعمل له ريبليس. هعمل للفايل ده رينيم، تعالوا مثلا نسميه باسم الفيرجن، كانت 2.289 وممكن دوت باك اب. تمام، وتعالوا نعمل موف للفايل اللي احنا نزلناه على الديسكتوب. هقول له sudo move هعمل له موف في الدايركتوري اللي انا واقف فيه ده. تمام، طبعا لازم اعدل البرميشن بتاعت الفايل الاول، فهقول له sudo change own كده. تمام، كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي اعمل ريستارت لجينكنز، فهقول له سيستم سي تي ال ريستارت جينكنز. لو رحت كده على البراوزر وعملت ريفرش، هنلاقي نزل لنا الفيرجن الجديده اللي هي 2.332 اللي نزلناها دلوقتي من هنا. طيب، هو الابجريد اللي احنا عملناه ده بيفرق بس في الايكونز والشكل؟ لا، في بلاجنز مش هتعرف تعمل لها داونلود الا لما تكون بتستخدم الفيرجن الجديد. ده كان فيديو سريع عن جينكنز ابجريد، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامه.